في المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. فرقة الرعب الخضراء تمزق أحلام النصر وتعبر إلى نصف نهائي الكأس. نمر الاتحاد الجديدة تتسلح بالطموح والزعيم يتوعد برد قاس. تاريخيا الرائد ضيف ثقيل دائما في الرياض، وتاريخ بطل الدوري في الكأس يدعم الاتفاق. الصحف الرومانية تتحدث عن صفقة سعودية تستهدف البواب الأردني. عضو في اتحاد الكرة السعودي يدعو المرأة لممارسة الرياضة في الأندية. أهلا بكم. كشفت تقارير صحفية أن الدولي الأردني ثائر البواب لاعب جازميتان الروماني قد تلقى عروضا للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل. وأوضحت صحيفة دي جي سبورت الرومانية أن البواب قد يرحل عن الدوري الروماني لأنه يعرف أن العروض السعودية ستكون جيدة للغاية من الناحية المادية. وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين البواب وفريق الهلال السعودي، إلا أن مسؤولي النادي الأزرق نفوا في وقتها تلك الأنباء. من رومانيا يلتحق بنا الآن كابتن ثائر البواب لاعب المنتخب الأردني وفريق جازميتان الروماني. كابتن ثائر أهلا بك معنا. يعني بداية أريد أن أسألك تعليقك على هذه الأنباء التي ذكرتها اليوم صحيفة دي جي سبورت الرومانية. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء يعني إنه هيك يعني أنا ما أعرف إيش يعني مأكد وإيش أكيد، بس صحيح صار في اللي بعرفه إنه صار في حكي وكلام يعني مع الرئيس، بس هذا اللي مع رئيس النادي الروماني. أيوة مع رئيس النادي الروماني. طيب انت لديك الرغبه في اللعب في السعوديه، يعني باقي في عقدك مع الفريق الروماني موسم كامل، واذا رغبت في المغادره الان ستدفع شرط جزائي بناء على العقد حسب ما فهمنا من النادي الروماني. انا اللي فكره انا حكيت قبل 6 أشهر مع الرئيس، والفكره هي كانت ما بعرف صار في يعني حكي وانه من نادي ثاني كمان من السعودية اللي بعرفه. بس ما بعرف، ما كان في كمان كان في الصراحة قريب مع اللي حكولي يعني مع من نعم. قطر هيك نعم. اللي بعرفه من يوميتها من شهر 1 يعني أوفرت، هذا اللي عرفته. بس أنا من الرئيس نفسه اللي عرفته إنه ما بعرف شو صار. طيب الحكي بس ما صارش ما صار شيء رسمي. أيوة. طيب كابتن ممكن نعرف النادي السعودي اللي فاوضك؟ يعني الصحف قالت أنه الهلال في شهر يناير الماضي، لكن مسؤولي الهلال نفوا في حينها، وبعد ذلك اليوم نشرت الصحيفة الرومانية دي جي مرة أخرى قالت بأنك ستذهب إلى السعودية. ممكن نعرف النادي؟ ما تكلمت مع الرئيس، وما أنا بعرف أنه هيك حكالي، يعني أنا حكيت معاه قال لي إنه هاي جيت من السعودية، بس ما ليه بعرفش يعني ما قال لك يا كابتن، ولا ما تبغى تقول لنا أنت؟ لا ما سمعتها كان من فريق يعني صراحة، يعني بس كونكريت وإكزاكت ما بعرف إيش يعني. في شيء أنت ترغب يا كابتن في اللعب في الدوري السعودي؟ أسف كابتن، ترغب في اللعب في الدوري السعودي؟ كيف يعني أرغب؟ عندك الرغبة يا كابتن إنك تلعب في الدوري السعودي واضح؟ أكيد نو. هلا الأيام هون وظروف اللي أنا هون باقي لي السنة، هلا يعني باقي 5 مباريات لنهاية الموسم، والصراحة أكيد يعني إذا أسمع كل أوفر كل اللي نعم اللي فيه ترى السعودية صراحة أنا ما عنديش مشكلة، وزي ما تكلمت يعني نعم. في موضوع المادية يعني مهم أكيد طبعا. شكرا جزيلا كابتن ثائر البواب اللاعب المنتخب الأردني معلقا على تقارير رومانية قالت أنه سينتقل قريبا إلى الدوري السعودي. شكرا جزيلا. في أعقاب قرار وزارة التربية السعودية تضمين مدارس البنات الخاصة حصصا
برياضة الفتيات. عبد اللطيف بخاري عضو مجلس اتحاد الكرة السعودي يشير إلى أن السماح للمرأة بممارسة الرياضة هو حق أصيل لا مكتسب. رياضة المرأة لماذا تهمل؟ لماذا حتى الآن لم تطرح على الطاولة؟ إيش الأسباب اللي لم نطرح رياضة المرأة؟ المرأة تشكل نصف المجتمع، المرأة لها حق في ممارسة الرياضة. إلى متى نظل نهرب من الواقع ونهرب من الأمور اللي يعني أمامنا واضحة جدا وضوح الشمس؟ وأنا لا أقصد الرياضة التنافسية، ولكن أقصد الرياضة لأنه جزء من الأمور المهمة أن تتجمل المرأة للرجل، فيجب أن يكون جمالها في جسمها كذلك، تحافظ على جسمها بشكل طيب، لأنه هذا جزء مهم جدا وأصيل. فأنا بناتي بالنسبة لي مارسوا رياضة في البيت بشكل طبيعي جدا، لكن أيضا البيت ليس بيئة جيدة لممارسة الرياضة حقيقة بما نطمح إليه بشكل أو بآخر. ممكن تكون هناك في أندية متخصصة للمرأة، يمن شاركة المرأة كذلك في، حتى الآن المرأة لم تشارك، شاركت مجلس الشورى الآن المرأة، شاركت في غرفة التجارية، شاركت في كل النواحي. لماذا مشاركة المرأة في 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 في, في الرياضة أصلا مادة في التعليمات الهيئة الأمم المتحدة، إنه الرياضة حق، وهذا في اليونسكو موجود، الرياضة حق للمواطن يمارسها. طيب إذا هي حق للمواطن يمارسها، طيب ليش ما نطبق ونسعى إلى تطبيقه فعلا، إنه هذه حقوق. في ربع نهائي كأس الأبطال أو كأس خادم الحرمين، الأهلي بفريقه بفرقة الرعب الخضراء يمزق كل أحلام النصر ويطرده من البطولة ويتأهل إلى نصف النهائي. لطفي الزعبي والتفاصيل. يصل وهي أمنية من أمنيات الجمهور. كأس خادم الحرمين، النصر يستضيف حامل لقب الأهلي الأخير، يسعى لإعادة تذوق الطعم. طبعا يومها الأهلي توجب اللقب الثاني على حساب النصر بأربعة أهداف لهدف. نور الاتحاد السابق يدافع اليوم عن فريقه، تاريخه حافل بالتسجيل بمرمى، أرسل طويلة للأصفر من الجزاء أبعدها الدفاع، استلمها بصدره، أعاد توجيهها رافائيل للمرمى، البرازيلي مرت بجانب القائم. ماذا يحدث اليوم؟ العماني عماد الحسني استلم أسقطه أرضا هساوي، الهذلول يقول حرة. الحسني سبق وأن زار شباك النصر أربع مرات من قبل، فهو معتاد. حرة من 32 مترا. برونو سيزار يتأهب، يبدو سيصوبها باليسرى، أرسلها قذيفة هائلة، صدها العنزي بصعوبة. الدقيقة 25، حرة أهلاوية، برونو سيزار يرسلها، اهتزت شباك النصر، هدف التقدم للأهلي. راية المساعد محمد العبكري ارتفعت معلنة تسلل. النصر يعود بقوة، كامل الموسى يصلح، البرازيلي رافائيل باستوس أطلقها قذيفة صاروخية، ياسر المسليم أبعدها بصعوبة. التعادل يناسب الأهلي، لكن النصر مصر على التغيير. نور يمرر لباستوس خطوات، يسير يمرر بينية، وجدت متابعة بالجزاء من محمد السهلوي، أودعها الشباك وذهب ليعيدها للمنتصف، فالتقدم بهدف لا يكفي النصر. دقيقة بعد ذلك كان برونو يسقط داخل الجزاء، منطقة حساسة، صافرة الهذلول تقول حرة للأهلي وصفراء لحسين عبد الغني. المنطقة خطيرة، فرصة للتعديل عند الركلة، برونو سيزار سجل بالذهاب، وتيسير الجاسم ركض خطوتين فقط، وفي شباك النصر أودعها البرازيلي. انتشر كل احتياطي الأهلي خارج مقاعدهم، يتصافحون، يتنفسون الصعداء، إنه جنون راقي في زاوية الحارس، لكن صعبة. بين هدوء عبد الغني وقلق العنزي انتهى النصر. الهذلول أنهى الأول، لا أفضلية لأحد، ننتظر الثاني، ماذا سيحدث؟ حسن الراهب أهلاوي سابق للسهلاوي، لعوض خميس للسهلاوي للمرمى على العارضة. تغييرات تكتيكية للفريقين، آخر فوز للنصر على الأهلي في ديسمبر الماضي بكأس ولي العهد. أينما تذهب يأتوا بك يا نور، فأنت مراقب لا محالة. سلطان السوادي أسقطه أرضاً.
الدقيقة 66 بينية للحسني بالجزاء لمسها عدلها قوية بيمينه في صدر شباك النصر. غادر جمهور النصر الملعب، تسرب اليأس إلى نفوسهم، لكن رد النصر كان سريعا. بينية للجزاء تصليحة رافائيل باسيوس تعادل للنصر. الحكم يقول هناك راية على خريستاس. حرة للأهلي، زاوية خطيرة، برونو أرسل عرضية للجزاء للمرمى من رأسي بلومينو للأرض للشباك. الأهلي تأخر وتعادل وتقدم وعزز ثلاثة. إنهم أسود مرعبون أهلويون، إنهم يضربون بقوة. غاضب مدرب النصر، فقد السيطرة وفقد النتيجة كارينيو. يذهب لدكة احتياط الأهلي وسط متابعة الملثمين. لا نصر لأنصار النصر الليلة. النهاية أهلوية، كيال الأهلي يصافح فيصل بن تركي النصر، فيما ظل كارينو مدرب النصر غاضبا متوترا ويبدو مهددا رافضا مرافقة مدرب الأهلي أليكس. نتيجة الإياب تعزز تفوق الذهاب الأهلاوي. انتهى المشهد على نفس اللقطة، كارينو غاضبا. لطف الزعبي، العربية. ومن الرياض الآن يلتحق بنا كابتن تركي العواد. أهلا بك كابتن. سداسية أهلوية في الذهاب والإياب، مؤكد أنها عن جدارة واستحقاق، تعبر عن جدارة واستحقاق، أنت كيف رأيت المباراة؟ طبعاً لا جديد الحقيقة في المباراة، يعني نعم. فريق الأهلي لا يفوز فقط بل يمتع الحقيقة، فريق يستحق الاحترام. استمتعت جداً خصوصاً بالشوط الأول، كان فريق الأهلي وكأنه هو من يحتاج أن يسجل هدفين من بداية المباراة. لم يلعب بتحفظ أبداً بل هاجم بشكل يعني كاسح لفريق النصر. كان فريق النصر مرتبك بشكل كبير، سيطر فريق الأهلي على وسط الملعب. تكلمنا عن الخمسة لاعبين في وسط الملعب دائماً نشيطين. في المقابل فريق النصر لعب تقريباً بثلاثة في وسط الملعب. الراهب كان يعني قريب جداً من محمد السهلاوي، هذا أضعف وسط الملعب. باستوس كان خارج يعني ساحة المعركة اللي في وسط الملعب، كان دائما على الطرف الأيسر، أضعف بشكل كبير يعني وسط الفريق النصراوي. كان تفوق يعني عددي وبالنشاط لفريق الأهلي. كان فريق الأهلي من بداية المباراة واضح أنه يعني لا يريد أن يعني يتحمل أي مفاجأة، لا يريد أي مفاجأة من النصر، كان يريد أن يفوز ويسجل. ولكن المرات القليلة اللي دخل فيها باستوس إلى وسط الملعب استطاع أن يعني يصنع هدف لمحمد السهلاوي. توقعنا بعد الهدف أنه فريق النصر يعني سيعود للمباراة، ولكن برونو سيزار قتل كل شيء وسجل هدف سريع بعد دقيقة واحدة. أنا أعتقد أنه هذا الهدف يمكن تقريبا غير مجريات المباراة. كان ممكن النصر أن يعود للمباراة. بداية الشوط الثاني عاد النصر بقوة، ولكن مدرب النصر يعني بكل بساطة فرغ وسط الملعب، أخرج عوض خميس وأشرك خريستياس، أصبح يلعب باثنين في الوسط أمام خمسة في الوسط. حتى بلامينو وجد لنفسه طريق للمرمى، وعماد الحسني في الدقيقة 66 أنهى المباراة بشكل رسمي عندما سجل الهدف. وكأنها سيناريو آخر للمباراة الماضية، نفس الأخطاء نفس الطريقة، ولكن فريق الأهلي يستحق الفوز. فريق ممتع، فريق فعلا تشاهد المباراة وتتمنى أن تستمر لأكثر من 90 دقيقة. كابتن، فرقت يعني تصرفات المدربين التكتيكية، تحركاتهم الفنية، ولا القدرات الفردية للمجموعتين؟ هي بكل تأكيد أنه الأهلي فارق فنيا عن النصر، سواء عناصريا أو تنظيميا. اليوم فريق النصر المشكلة الأكبر موجودة في فريق النصر أنه كل لاعب يحاول يحل المشاكل بنفسه. تجد اللاعب النصراوي سواء محمد نور أو خالد الغامدي أو أي لاعب آخر في فريق النصر تجده لوحده دائما ومع ثلاثة لاعبين من الأهلي. فريق الأهلي كان فريق جماعي، كان فريق منظم، بينما فريق النصر كان فريق فردي، وحتى في الجانب الفردي يتفوق الفريق الأهلاوي. أنا أعتقد أنه نقطة التحول في المباراة هي أنه فريق النصر لم يكسب معركة الوسط. كان الراهب المفروض أنه يكون أقرب للوسط ويساعده وباستوس، ولكن حتى لو لعب بهذه الطريقة الفارق الفني والفارق في التنظيم كان لمصلحة الأهلي بمراحل، وهذا ما تكلمنا عنه البارح. أعتقد أن فريق الأهلي الآن يعني يرسل رسالة قوية لبقية الفرق أنه لن فقط يعني ينافس على هذه البطولة، بل أنه يعني قد يحرم النصر من البطاقة الرابعة في آسيا. صحيح صحيح. كابتن، بنتكلم شوية عن المدربين، خلينا نتكلم عن بداية المباراة. أجادوا في القائمتين، الأهلي لم يغير شيء، النصر أجرى تغييرين.
طبعا عن الشوط الاخير طبعا عن شوط جده بكل تاكيد طبعا هي طبعا الفريق الاهلاوي هذا فريقه يعني كنا ممكن يلعب بالبصاص بدل السوادي ولكن البصاص ما كان جاهز لذلك كانت منطقيه جدا طريقه اللعب منطقيه لكن فريق النصر بكل تاكيد ليس في التشكيل انا اعتقد ان التشكيل مقبول لو كان الكثافه في وسط الملعب كان باستوس يدخل وسط الملعب والراهب او حتى السهلاوي ولكن تباعد الخطوط في النصر كان هو يعني المشكله الاكبر لا يوجد لاعب قريب من اللاعب اللي مع الكره هي المشكله مدرب النصر في الشوط الثاني اخطا اخطاء كثيرة وفرغ وسط الملعب ولعب بأربعة مهاجمين وكأني لا أدري يعني الحقيقة من خلال التغييرات لا أعتقد أن مدرب النصر هو من اتخذ قرار التغيير أن تلعب بأربعة مهاجمين ليس قرار فني ليس قرار إنسان يفهم كرة قدم يعني فريق الأهلي كان مسيطر في وسط الملعب وتقوم بخدمة غير عادية بإخراج عوض خميس وتلعب باثنين في وسط الملعب أنا أعتقد أن مدرب النصر إذا كان هو من اختار هذه التغييرات باللعب بأربعة في الهجوم هو يعني من سلم المباراة في الشوط الثاني لفريق الأهلي شكرا جزيلا دكتور تركي العواد لاعب كرة القدم السابق مبروك إذن للأهلي أول واصلين إلى نصف النهائي النصر ينهي موسمه مبكرا هذه وقفتنا الأولى نتابع بعدها في المرمى وفي النمور الجديدة في اختبار غضبة الزعيم وزلاتكو يتقدم على بينات بالأرقام الهلال يتسلح برمزه الجديد العابد والاتحاد يراهن على حيوية الشباب